شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم يا اطفال، وانتم كذلك راكم تشوفوا فينا. الا حبيتوا تجوا تحضروا مع عمو يزيد، ما عليكم الا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا في الحضور لازم شوية تاع الصبر، لأن عمو يزيد راح يزقي لكم كامل في التليفون باش تجوا تحضروا معه، ولا عبر الإيميل باش تحضروا معنا هذه الحصة هذه، ولكن شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة. يا أطفال، في بداية كل حصة نتكلموا عن أيام عالمية تهمنا في حياتنا. في هذه الفترة هذه يوم 14 نوفمبر كاين اليوم العالمي لداء السكري، نتوقفوا فيه على بالكم باللي له ديابات. داء السكري يصيب ناس بزاف وفيهم الأطفال تاني، إذا نتوقفوا باش نضمنوا مع هذه الفئة هذه ونقولهم ربي يشافيهم إن شاء الله. كاين كذلك يوم 16 نوفمبر في هذه الفترة يوم مهم، هو يوم عالمي للتسامح، لا جورني انترناسيونال دو لا توليرانس. الإنسان في حياته لازم يكون متسامح يا أطفال. بالمرات يكون عندك مشكل مع إنسان، بالمرات بلك عندك شجار، بلك لازم تكون متسامح، لأن المسامح كريم. كل ما تتسامح كل ما راح تسيب روحك مرتاح والناس تحبك أكثر. يا أخي عندي لكم لغز، تحبوا الألغاز؟ إذا اللغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء؟ ما هو الشيء الذي يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء؟ انتم تاني يا اطفال بامكانكم الاجابه عن اللغز باش تربحوا هديه عن طريق موقعنا عمويزيد.com بهذه الطريقه. انت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع اجل، اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هديه قيمه مهداه من طرف شركه اجل، 15 سنه في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه، مبروك عليك الهديه. اذا يا اطفال انتم شاطرين شاطرين، فكروا لغايه نهايه الحصه في الجواب عن اللغز ونشوفوا اذا كنتوا شاطرين. وش رايكم؟ انا اليوم حبيت نروح نشوفوا مع نور الهدى، تعرفنا عن شخصيه مهمه اللي هو بن عبد الملك رمضان. تفضلي نور الهدى، تفضلي تفضلي تفضلي. سبيك على نور الهدى، مرحبا بك، تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي. مساء الخير يا اطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياه الشهيد بن عبد الملك رمضان. ولد بن عبد الملك رمضان في قسنطينة في مارس 1928. زاول دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها قبل أن يلتحق بخلايا حزب الشعب الجزائري السرية في نهاية الحرب العالمية الثانية. انضم بن عبد الملك رمضان إلى المنظمة الخاصة عام 1948 وأدى دورا نشيطا فيها، وبعد اكتشاف السلطات الاستعمارية لوجود هذا التنظيم وتفكيكه ظل يناضل من أجل وحدة حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية. شارك بن عبد الملك رمضان في اجتماع 22 جوان 1954 الذي اعتبره الوطنيون أول خطوة في الطريق نحو الثورة على النظام الاستعماري عن طريق العمل المسلح. عين مساعدا للعربي بن مهيدي قائد المنطقة الوهرانية الذي كلفه بالإشراف على التحضير المكثف لأفواج المجاهدين في منطقة مستغانم وتدريبهم على السلاح والخطط القتالية تحسباً لاندلاع الثورة. في يوم 1 نوفمبر 1954 قاد عبد الملك الهجومات المسلحة على مقر قيادة الدرك بيكساني سيد علي حالياً بمنطقة مستغانم. توفي بن عبد الملك رمضان في 4 نوفمبر 1954 بالقرب من سيد علي خلال اشتباك بين مجموعته وقوات الاحتلال، وبذلك يكون أول قائد عسكري للثورة يسقط في ميدان المعركة، وقد أعطي اسمه للبلدية التي توفي فيها. شكرا 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 نور الهدى شكرا. إذا بن عبد الملك رمضان هو أول قيادي يستشهد في دورة يستشهد في ثورة التحرير يوم 4 نوفمبر 1954.
يعني 4 أيام بعد اندلاع ثورة التحرير. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أطفال. الجزائر حرة بفضل التضحية نتاع الشهداء نتاعنا اللي ضحاوا بالنفس والنفيس باش نكونوا أحرار في وطننا الجزائر. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أخي أطفال. بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، جورني انترناسيونال دو لا توليرونس، حبيت اليوم على بالكم الحاجه الاولى في التسامح وكامل هي القاء السلام. على بالكم يا اطفال القاء السلام مهم جدا. لما تمر على جماعه ولا تدخل للبيت ولا تدخل على محل ولا، لازم دائما القاء السلام. عمو يزيد لكم اغنيه نقول فيها السلام عليكم بتحيه الاسلام، يلا تغنوا كامل معي. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام، ستنال الأجر منها. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب، هي ألفة للقلوب. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب. سلام عليكم بتحية الإسلام، تحيوا بربكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. إذن يا أطفال إلقاء السلام شيء مهم جدا، معناها الإنسان يكون متخلق. هي إلقاء السلام شيء مهم جدا، يعني فيها الطمأنينة، فيها السلام،
حتى الإنسان لما يلقي السلام يكون عنده أخلاق خلق حسن. يا أخي أطفال، إلقاء السلام مهم جدا، ورد السلام أهم بكثير، لازم رد السلام. واش رأيكم نروحوا لألعاب الخفة دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن يلا معايا نستقبلوا عمو رضا، تفضل تفضل في ألعاب الخفة. تفضل عمو رضا، تفضل تفضل. السلام عليكم، واش راكم يا أصدقائي الصغار؟ لاباس؟ ما سمعت والو، راكم ملاح؟ الحمد لله. بصح واش راكم ديروا في داري لهنا؟ شكون جابكم؟ عمو يزيد؟ مرحبا بكم، راكم ضيوفنا اليوم. صحة، أنا من الصباح ما شربت والو، راني عطشان. مي بصح شريت واحد القرعة تاع الجن نحوس عليها ما صتهاش. وسام، وسام وراه وسام؟ ورا قرعة تاع الجن تاعي؟ فوق طابلة. فوق طابلة؟ إيه صح نسيت، لحت لي فوق طابلة. أيوا راهي لهنا. اليوم نشرب حتى نشبع. قرعة هادي شابة، صحة. تشربوا جو؟ ايه ولا لا لا؟ ما تشربوش؟ ماما انا نشرب بصحتي يا مالاتي. بصح كيفاش تشربوا؟ تشربوا هكذا؟ تحلوها؟ ايه بصح انا نحلها، بصح انا ما نشربش كيما انتوما. لا لا ماشي بالكاس وماشي بالقرعة. نشرب من البعيد. صح تشوفوا معايا ملاح. وسام؟ بالك يكون بيريمي نمدو لويسام ذوقو قبل باش ما يصرى لي والو. انا كاش ما صرى لها صرى لها ليا، ما يصراش ليا. صح وسام؟ نعم. هاي بدا تشربي، بدا تشربي. صحتك يا وسام، صحتك صحتك. بصح ما فهمتش القرعه هذه كيفاش تشربي من بعيد وسام؟ وي صح، صفقوا عليها. شكرا 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 عمو رضا، شكرا، برافو 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 برافو، شكرا شكرا شكرا. واش رايكم يا اطفال دركا نروحوا نحكي لكم حكايه؟ الحكايه تاع اليوم هي حكايه صاحب العقد. يلا كامل معي. اذا يا اطفال اليوم حبيت نحكي لكم حكايه صاحب العقد. العقد هو الكوليي. واحد النهار واحد الرجل كان يمشي في الطريق، وكان يمشي قدامه واحد الراجل هكذا كان مع مرتو. هذاك الراجل مع مرتو طاح لهم عقد، ان كولي، مرتو بحرت الكولي هذاك. ومن بعد هذاك الراجل الاخر كان يمشي، من بعد صابوا في الارض هكذا، رفدوه هكذا، ولكن تردد باش يرجعوا لهم، قال داه لعنده خلاهم راحوا. ومن بعد قعد مع روحه، نردو ما نردوش، نردو ما نردوش، وكامل بعد راح للدار، راح للدار وقعد الضمير تاعو يأنب فيه. يعني الانسان عبالكم بلي الانسان ربي عاطيلو ضمير، اون كونسيونس. شفت كي دير حاجه ماشي مليحه وتقعد الضمير تاعك يأنب فيك دائما، قول يا ربي كون ما درتش هكذا وعلاش وكامل. هذا هو الضمير، والانسان لازم الضمير تاعو دائما يكون حي. لا كونسيونس الي امبورطونت في حياتنا يا ابنائي. دونك هذاك الراجل جاتو لا كونسيونس في الليل، قعد يأنب فيه الضمير تاعو، قال انا غدوه نروح نرجعوا لهذاك السيد وخلاص. ومن بعد كي جا رايح لعند السيد صابو معلق ورقه، هذاك السيد كاتب باللي اللي يرجع لي العقد هذا نعطي له مكافاه. ولكن هو مش على المكافاه، هو الضمير تاعو اللي انبو راح باش يرجع العقد. راح عند الانسان هذاك دق دق عليه، قالوا السلام عليكم، قالوا فوالا انا العقد سبته في الارض وجيت باش نرجعه لك. قالوا بصح ماشي المكافاه اللي جبتني،
انا الضمير تاعي لان بني لازم نرجعه لك. هذاك الانسان صاحب العقد قال له معليش، قال له انا درت مكافاه، قال له شي المكافاه، قال له المكافاه راح نعطيك عقد عنده نفس القيمه كيما هذاك العقد. هذاك حار، قال له كيفاش؟ قال له نفس العقد بنفس العقد يعني نفس القيمه. قال له لا لا، قال له هذا عنده قيمه ليا لانه تاع الوالده نتاعي، عنده اون فالور سنتيمونتال. قال له اذا حبيت نحتفظ به لانه هذا العقد تاع الوالده نتاعي من ريحه الوالده تاعي اللي توفات. إذن باش الإنسان هذاك عطى له عقد بنفس القيمة ورجع له العقد دياله بتأنيب الضمير. إذن الإنسان لازم يكون عنده ضمير يا أبنائي. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من حكاية اليوم أنه طمع يعمل إنسان. برافو بوبي، تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة تصفيقة. يا أطفال على بالكم باللي الإنسان لازم له الشجاعة ولازم يكون عنده ضمير باش يتغلب على الشيطان، لأنه الإنسان كاين الإغراء دائما حاجة هكذا تغريك، ولكن لازم الضمير تاعك يتغلب عليها، خاصة في السرقة ولا حاجة اللي ماهيش لك واللي ما هو لك غير يعيك، يعني حاجة تاع الناس لازمها ترجع للناس. يا أخي يا أبنائي، والطمع مش مليح كما قالوا ناس بكري، الطمع يفسد الطبع. يلا معي. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ برافو. إذن يا أطفال، الطمع يعمي الإنسان، لازم نكونوا بعاد على الطمع، ولازم دائما الضمير تاعنا يكون حي. نوتخ كونسيونس سي نوتخ في، تريز امبورتون دافوغ اون كونسيونس دون لا في يا أطفال. إذن لحقنا لواحد الركن نحبو، هو ركن بريد عمو يزيد، سي لابوست. واش هما؟ راح نقراو الرسائل اللي جاونا من عند الأطفال، وأنتم مثلا اللي حبيتوا ترسلونا باش نقراوا الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويازيد.com، تضغطوا على زرار آراء وملاحظات وتبعتونا الرسائل باش نقراوهم هنايا. بوبي شوفوا واش بعثوا لنا أصدقائنا الأطفال في البريد. روشوا له روشوا له باش باش يصيب لنا براوة شابين. يلا كاين؟ هايل هايل هايل، شكرا شكرا بوبي. يلا شكرا شكرا بوبي شكرا. إذن رسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا. الرسالة الأولى من عند غرناطي شيرين، 13 سنة من مدينة عين الترك بوهران، وهران الباهية. قالت لنا حصة جميلة جدا ونحبكم كامل، حنا تاني نحبوها، مدى بنا تجي تحضري معنا. تحياتنا لكل ناس وهران ومدينة عين الترك. الرسالة الموالية، حناشي رحمة 11 سنة من سطيف، قالت لك شكرا جزيلا على هذه الحصة المفيدة. شكرا شكرا رحمة، يعطيك الصحة بنتي، مرحبا بك مرحبا بك. جميل جميل أننا نتلقى رسائل جميلة كما هذه. الرسالة الموالية، جون هايمان من برازيليا من ريو دي جانيرو في عمره 32 سنة، شاف الحصة وقال لكم الحصة جد ممتعة والسلام عليكم. هذا من برازيليا في عمره 32 سنة، صديق الحصة جون هايمن. شكرا شكرا جون، الله يخليك، جسبر تفهم العربية برك. ثانك يو ثانك يو جون. اوكي، ربيحي حليمة 11 سنة من برج بنعامة، مدينة برج بنعامة ولاية تسمسيلت، قالت لك هذه الحصة رائعة جدا وأتمنى لها النجاح من كل قلبي في الحاضر والمستقبل. شكرا شكرا بنتي حليمة 11 سنة ربيحي من برج بنعامة، شكرا، تحياتنا لكاع ناس ولاية تسمسيلت ومدينة برج بنعامة. الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، العقون هاديل 9 سنوات من الدار البيضاء بالجزائر، قالت لكم أشكركم جزيل الشكر على الحصة التي ستترك فينا حبكم. أوه برافو بنتي، مساج هايل يا هادي العقون، 9 سنوات من الدار البيضاء، أنت تاني رسالتك راح تترك فينا أثر كبير، ونحبوك نحبوك نحبوك. إذن هذه الرسائل عمو يزيد يحتفظ بها ونعتز بها، وإلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. درك لحقنا لواحد الركن اللي نحب نسمعكم، شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لي، اون بلاك ولا شكون اللي عنده؟ تعال وليدي تعال تعال اروح.
أرواح أقعد. واسمك وليدي؟ محمد. محمد شحال في عمرك محمد؟ 8. 8 أيام؟ 8 سنين. عم بالي 8 شهور. وين تسكن محمد؟ أدرار. في أدرار. تحيتنا لكل ناس ولاية أدرار الجنوب الشاسع الجزائري، الكرم والجود والفن كذلك سلمنا عليهم كامل. احكي لي النكته تاعك وليدي. كان واحد الرجل يقف بزاف البانل حتى ولا فنيفن. شكون اللي عنده نكته؟ شكون؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعالي بنتي اروحي. تعالي. قادي بنتي. واسمك؟ ليديا. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين الله يبارك. وين تسكني؟ في العاصمة. في العاصمة الجزائر العاصمة. احكي لي النكتة تاعك بنتي. واحد اسمه عقل واحد اسمه مخ، كانوا في المسيد. هذيك العقل المخ قالوا اني رايح نشري قرنطيطة، والعقل عيط له المدير قالوا اسمك؟ قالوا عقل. قالوا انا مخ. قالوا راح نشري قرنطيطة. برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي تعالي 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 تفضلي. واسمك بنتي؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 10 سنين. الله يبارك. وين تسكني لينا؟ عند الألمان. اه في ألمانيا. واش واش من وين؟ واش واش من بلاد؟ واش كلفيل؟ في عند نورتراين فيستفالن اسن. اه واعره عليا هذه. هذه واعره ما قلت والو. اوكي بنتي راكي في عطله هنايا؟ تجي الجزائر كل عام؟ مين داك؟ مليحة الجزائر يعجبك الحال؟ ايه. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واش تحبي تقولي لهم؟ عجبك الحال في الجزائر واش تقولي لهم؟ عجبني الحال، عجبني الحال بزاف خاطش عند لا ماما كاش بحر. آه. هنا كاين بحر. اه تحبي البحر. إيه. آه برافو برافو برافو. رحتوا للبحر؟ ايه. آه يا تخبيان. برافو برافو بنتي. شكرا شكرا. تفضلي بنتي لمكانك. شكرا. شكون اللي عنده نكته؟ تعال 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 اقعد. واسمك؟ عبد الرحمن. وين تكون عبد الرحمن؟ في ولايه بومرداس. في بومرداس الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك وليدي. واحد الراجل كان كرشو تسطر نحله المسطره ولا تخربش. برافو برافو برافو. تعال وليدي تعال 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 انت انت لا لا الاخر تعال تعال اقعد اقعد هنا. واسمك وليدي؟ مهدي طاهري. مهدي طاهري شحال في عمرك؟ 8 سنين. وين تسكن؟ في ولاية مسيلة بلدية أولاد سيد إبراهيم. آه الله يبارك الله يبارك. أي سخانة شوية في مسيلة ولا مليح الحال؟ أو مليح الحال؟ آه. هاي لاباس لاباس. بس كي تروح تسلم عليهم كامل يا أخي. قول مع مو يزيد وبلغ لكم السلام. آه. واش تحكي لنا؟ واش حبي تحكي لنا؟ واش حبي تقول لنا؟ رسالة للأطفال ولا واش تقول لهم؟ رسالة للأطفال واش تقول لهم؟ أنا حبيت عمو يزيد وحاب نعود نجي له يوميا يوميا للحفلات. أنا راح نقول لك عمو يزيد راح يجيكم إن شاء الله المسيلة في حفل إن شاء الله للأطفال، وأنت مرحبا بك في أي وقت يا أخي. بصح شرط باش ترجع عند عمو يزيد لازم تقرا مليح. يا أخي هاي الله يبارك. تفضل 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 يا أطفال. لحقنا دركا الجواب عن اللغز. كان صعيب ولا سهل؟ سهل. ما هو الشيء الذي يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء؟ كالي لا شوز كي ترافاي اون ايتي اي سو ريبوز اون ايفير. تعالي بنتي تعالي وقفي هنا. واسمك؟ لينا. لينا وين تسكني لينا؟ في العاصمه. في العاصمه. وش هو الجواب؟ مروحة. وش هي مروحة؟ اللي تبرد. اللي تبرد الفنتيلاتور. ايه صحيح صحيح. تعالي 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 تعالي. المروحة المروحة صابتها شاطرين شاطرين انتوما. دونك سي الفنتيلاتور. اروحي بنتي نعطوا لك هدية. الهدية تاعك احنا الشاطرين نحبوهم. إذا الهدية تاعك كوب مع عمو يزيد إن شاء الله تشربي فيه الحليب ولا الماء تستفادي به، وكذلك عمو يزيد يهدي لك 3 تاع لي سيدي اللي انتجناهم في هذه السنتين. سيدي من حق الطفوله معلمي، ومبروك عليكم النجاح في كل سيدي 22 اغنيه ان شاء الله تستفادي بهم. الله يسلمك الله يسلمك. صح عليك بنتي.
اليوم عندنا عيد ميلاد مسعود محمد. تعال ابو محمد، تعال 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 محمد. احنا رايحين نغنوا لمحمد عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو، وانتم تجوا معايا باش نغنوا لمحمد عيد ميلادك احلى عيد. يلا كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي دنيا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر امراح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهر امراح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذن محمد، إذن محمد كل عام وانت بخير ولدي. حسبوا معايا كامل، 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو 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 برافو. إذن مبروك عليك ولدي. يا أطفال عمو يزيد يهديكم كامل شهادة تحتفظوا بها كذكرى في شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، تحتفظوا بها غير تخرجوا منها تسيبهم كامل يسنوا فيكم بأساميكم. هذه تاعك محمد وليدي، وبما أنك جمعت 5 قسيمات من علب حليب رامي ونورتنا اليوم واحتفلنا بعيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يهديك هذه الهدية، هذه الدراجة هذه إن شاء الله تستفاد بها وليدي. إذن مبروك عليك، وأنا مبقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في نفس التوقيت على نفس القناة الأسبوع المقبل. سلام، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع